مجموعة من الناشطين المدنيين في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار يدعون أبناء المدينة كافة للخروج بتظاهرات حاشدة من أجل المطالبة بالكهرباء، فنشاهد. اليوم المناشدة للمركز الشرقية، مدينة البكر، إسكان الصناعي، الثورة، المنصورية، كل المحافظة، سومر. اخوان كهرباء ما موجوده اليوم. الناشدكم باسم ابناء مدينه الناصريه، هناك محاصصه من قبل مديريه الكهرباء واللي هي جاي يقودها محمد فيصل. احنا ما عندنا عداوه وياك شخصيه يا اخي، احنا نريد حصتنا، نريد الكهرباء، نريد كهرباء مستقره، نريد 4 ب 2. احنا ناشدنا وحشدنا الى مظاهره، ان شاء الله المظاهره راح تصير يوم الخميس الساعه 9 صباحا. طبعا احنا نريد الناشد اهل الناصريه عامه، نريد توقفون وقفه حره. كيف ظلم يعني اجل من هذا الظلم اللي عايشينه؟ يعني شلون راح تروحون؟ شلون راح توجهون رب العالمين؟ اصحوا شوي يا شعب، يا اهل الناصريه، كافي نوم، اصحوا كافي خوف. من اللي يخوف؟ من اللي